جديد. خلينا نقول انت من ابرز الوجوه اللي منورتنا من الجيل الجديد في الاذاعه وبيان سور في التعليق، حاجه تفرحنا برشا. الماتش يبدا غدوه، معلق وتبدا تعرف روحك باش تعلق على الماتش، يضربك ستريس، تحضر شنو تعمل في اخر 24 ساعه كي يبدا انجرو ماتش وتعرف اللي فما ملايين غدوه ملايين واقفين باش يسمعوا صوتك؟ بدا ستريس، لكن ما نكذبش عليك، هو تو بدات الصفحات الكل يستنى، تعرف كما حكيت انت وانا حدثت، خاصه وانه الماتش ما كانش منقول والتلفزه الوطنيه تمكنت من اقتناء حقوق البث حصريا على التلفزه الوطنيه. الحقيقه بدا ستريس، ولكن لازم تتعامل مع ستريس هذايا بالخبره القليله اللي خديناها، برشا ماتشات عملنا. حدث كبير لازم تتعامل معاه بطريقه معينه، كما قلت انت بديت نحضر. الحقيقه اليوم الملاعبيه عندهم حصه تدريبيه رئيسيه على ملعب المباراه، ملعب 26 مارس، وانا زاد انا قاعد نحضر. ان شاء الله ربي يجيبنا في السبب، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله ربي يوفقك. احنا متاكدين انت تبارك الله عليك، معناتها ان شاء الله. ونوصل بالمناسبه اول ماتش تلفزيا، ما يصيرش معلومه ما مرش تذكر ولا انت بلاتو في مصر، وانا علقت في التونسيه وقت ماتش السي ا بي والاهلي، هذاك اول ماتش تلفزيا معك انت وقتها بلاتو، والسي ا بي وقتها كان قريب برشا. ريت اسمو الافريكان المنظر الكبير بين سير، دونك خسرنا كاريكازي انا وفر خسركم راس الجول هذيك ومسطها، راس الجول هذيك كانت نجم السي ا بي تتعدى وتربح الاهلي اللي بنجوم كبيره وقتها. ان شاء الله ان شاء الله نتمكنوا نكونوا حاضرين، ان شاء الله نعملوا ماتش باهي، والاهم انه المنتخب الوطني التونسي يعمل نتيجه ايجابيه، لانه من نتيجه الذهاب مهمه جدا قبل مباراه الاياب في رادس بالجمهور. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تحقيق التاهل للتاريخ ان شاء الله. رفقي انا مانيش نحكي على تونس ذكر، ان شاء الله نحب نحكي انا على مناشط خاطر ليه لا باهي الكواليس ناس كي يعرفوها، معناتها فما مثلا المعلقين التوانسه نحس اللي في الفتره الاخرى بداوا يخدموا بالليتيك وبالحكايات اللي بالحاجات اللي تضرب. مثلا رفقي انت تعرف كانت مركب وانت كان جات فرصه كان حاجه الفيديوهات باش نبداو نعاودوا نتفرجوا فيهم وبصوتك انت تبدا مثلا في مخك شنو نقول، نبرف كانت ماركة بونتو شو نقول، كان كذا نعمل سيناريو نوفل، نعمل سيناريو مثلا اذا كان نتوقع يوسف المساكني كان حط كوره في الشبكه، نعملوا هكا حاجه على يوسف، اذا كان نعيم سليتي بالساق اليسار مثلا حط كوره في الكاش نحضروها. لا لا سي فري، معناتها خاطر بالحق راهو الناس انا كنا نحكيو في الكواليس مع جماعه سبور جيلاردي نتاع تيفان اللي مات، وقت قريت عليه دخت رفقي يدخل للوتيل نهارين قبل الماتش باش يركز مع بون هما في ثنيه اخرى، احنا احنا حتى كي نحبوا فرد ونمشيو في الوتله، ما هو معناتها شوف الكاليتي معناتها راهو خدمه منشط مهمه برشا. شفت معلق في اللايف نوفو اللي يبدا عنده، لازم عنده الارقام ولازم عنده الاحصائيات ولازم كل وتنجم تصير اي حاجه، صحيح، ولازم كل جوار عنده توظيف اهم حاجه، مش تحط الارقام الكل باش ساعات تحضر 60 رقم معناها تستعمل كان زوز ارقام، يعني زاد الماتش ينجم يخليك تمشي في ثنيه اخرى اذا كان ما عندكش وقت انت للارقام. الاولويه للتعليق فقط لازم توظيف الارقام هذه، لانه احنا في تونس ساعات بعض الزملاء ما نعرفش انا يبدا بالارقام من اول دقيقه، لا يلزم التوظيف، اهم حاجه هو توظيف الارقام باش تصير الشيء. وبدات المباراه وهذه رقم 26 لصالح كذا والبونتو رقم 32 وزع كذا والهدف يتغدر بالهدف، يلزم توظيفها وسيرتو التعليق، معناتها انت بيدك باش تقول ونعرفوا نوفر تعليق التلفزي، نوفر هو تعليق على الصوره، ساعات الصوره تتكلم، معناها عقد التعليق الاذاعي مثلا انا نعطيك في البدايات وحتى في الماتش نتاع السي بي والاهلي الحقيقه كي نرجع له توا نوفر مش هذاك التعليق التلفزي، انا ننقد روحي لانه وقتها متاثر بالاذاعه واول ماتش تلفزيا ما صارش الفرق. اليوم التعليق هو للصوره، لازم تتعلق على الصوره مش وصف، لانه التعليق الاذاعي وصف، حق التعليق التلفزي هو تعليق على الصوره، وكما قلت لك توصف الارقام تعلق على الصور، برشا تحضير. قلت لك انا اليوم بديت نحضر وبديت حليت الكتاب على مالي منتخب اللي جيد جدا، فما بعض التغييرات مقارنه بالكان، معناها بدينا نحضر بشويه بشويه لان المنتخب التونسي الحقيقه معناها نعرفوه الناس الكل، نعرفوا الملاعبين الكل، عندنا عليه فكره، ولكن عندنا يكون منافس حتى باش تصير الفائده للمشاهد، لازم زاده
اللي يتبع في الدار يتبع في الوطن يعرف ياخذ فكرة على اللاعبين مالي على المدرب على التغييرات المقررة بالكاد لأنه كنا واجهناه في الدور الأول وربحنا دونك هذه التحذيرات إن شاء الله تكون موجودة وإن شاء الله نعمل ماتش به إن شاء الله أنا كنت وهي أمور نسبية نوفر يقول لك فلان الفلاني باش يعلق ماتش تونس ومالي من حق يقول شبيه ما حدش آخر حتى فلان أمور نسبية راهو أنت تعرف نوفر معناها الإجماع ما يثيرش على عبد معناها 100% لا لا طبعا معناتها بصراحة أنا أعطيتك من الآخر ما يشك حد في كفاءتك رفقي باش نحكيو عليها الحكاية هذه معناتها تبارك الله عليك تسوري ماتش باهي تعطي ليسونسييل ما عندكش الجمل الغريبه اللي ما نفهموهاش بصراحه معناتها خلي نقولوا وباش نقول جمله توجع شويه رفقي سامحني بصراحه هي خايبه الجمله انت معلق تونسي جاهز انك تمشي حتى القنوات العربيه وغيره للاسف لانه المعلق الباهي تختف في تونس معناتها تبارك الله لا معناتها باش ما نكذبش معناتها للاسف هاك شوف حتى بطوله وطنيه ما عادش نجمو تعرفوا عليها معناتها ما فهمتش شنو خدمتك انت مع حتى بطوله وطنيه نقطه زاد نحكي عليها ممكن انك تعلق على منتخب ضد منافس اخر اسهل شويه انك تعلق على ماتش في البطوله فيش ما نزاوي نحب نحكي على مثل الحيات يعني كي تعمل مباراة ديربي مثلا ولا كلاسيكو في القناة الوطنية نوفل وانت تتبع معناها باش يصير انتقادات معناها ما يصيرش اجماع راك ظلمتنا ما كنتش محايد كنت منحاز الاسهل توا يصير عنف يصير عنف تجاهكم انا الوقت هذه تسهل المأمورين باش نمشي معك اكثر صديقي يصير عنف والتليفونات وما عادش نحبوا يعلق لي وذاك بالعاني وذاك محرش شكون تكون انت خش عليه هو اللي خسرهم خش هو اللي جاب للاسف نتذكروا حتى معناتها الوقت نحكي مع رازي نقول له مسكين انت تحضر في الاحد الرياضي راهو رئيس عاد كلمه قرش كلمه زايده ما تتقلب 700 تليفون يهبط سي فري كو اما معناتها رفقي ماتش كيما هذا تاريخي ينجم زايده صوتك يقعد الاف وملايين اللي يسمعوه وغيره معناتها نجم تكون ان شاء الله نشكر اداره التلفزه الوطنيه ومصلحه الرياضه عفيقه هذه ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه لانه مهما تكون معناها عندك تجربة ومهما عديت ماتشوات ديما التراك باش يكون حاضر ستريس باش يكون حاضر والحقيقة نوفل كيما حكيت انت والله ستريس من اليوم انا يعني الحقيقة كنت متوقع انه العينية باش تكون على الماتش هذا ولكن كي شفت حتى على الفيسبوك الصفحات شكون المعلق شكون تعين وانت بالمناسبة نشكرك برشا لانه في كل مرة تعاون المعلقين عايشك وتشجعهم وللاسف رفقي في تونس صعب برشا معناتها ماتش كيما هذه لازم ترد بالك على خاطر اي غلطه توانسه باش يشدوا فيها معناتها الله غالب كيما ماتش كبير الناس باش تتفرج هذاك علاش قلت لك الحاجه الثانيه وانا ما فماش حياد مع المنتخب يرزمو معناتها المهمه الصعبه وقت اللي يكونوا زوز اطراف توانسه في البطوله كيما حكيت انت معناها حتى حد ما يلقى الاجماع مش مشكل هاي مشيت البطوله سي با كراف انا قعدنا بلاش بطوله انا نحب نسال رفقي في الماتش فما نوعيه نتاع معلقين انا شيخ علي مرسى شيخ علي اكل يخرج جوار مثلا يحكي حكايته عرفت يبدا يحكي لك في كواليس نتاع حتى في داره اش صار له باش ساعات تبدا الماتش رقد مثلا ياخذ جوار يحكي لك تعارك هو هذه بلال هذه مراد الفيديو صحيح تكنيك ياسر مزيانه يقول لي بال التوار اعطيني لي بال التوار اكزاكتومون بالحق ماذا بينا كان تولي عندنا في التقاليد نتاع التعليق التونسي ما غدوه مش باش يرقد الماتش بالعكس غادي عندك تو دراجر وعندك جماعه وعندك حنا بعل وتصاور وانستغرام ودنيا مش بلال كان باش تحكي في تحكي بال التوار على دراجر تو يقول لك مسلمنا في الماتش وحكينا فيها حاجه اخرى وكان حكاية وكان يسمعوها في كلاسيكو في قناه اخرى تقول لك والله مش نورمال هذه مشكله هذه شو نقول لك حكيت حاجه صحيح ممكن معلومه في اللي ترى هذايا بلال وقتها كان مشرف مراد الزبيدي تحيه لي ثم ماتش كوب تلعب بالترجي وساهم كسر قفصه معناها ساهم كسر قفصه فريق من الهوات انا حبيت لانه يعني الحقيقه كان منقول تلفزيا انا ايش عملت بالنسبه للملاعبين تاع ساهم كسر قفصه عرفت بهم كل ملاعب يوني يقرا لانه يعني ماهوش محترفين شكون ثم شكون يخدم قهويجي ايطالي ثم شكون يخدم ثم برشا شيخوا عليه وبرشا قال لك فاش قاعد يخرف هذا يخلي الماتش فهمت بالعكس هي غادي الزاويه انا هذيك معناها اللي ماهيش كلاسيكيه يعني الماتش
ماهوش متوازن. امشي للبال استوار اللي حكينا عليها معناها والله جاي عم تاع قهواجي صحيح برك الله معناها يخدم هذا يمشي كور نهار الاحد والكره حلوه المعلومه حتى وانت تتفرجش عليها المعلومه المشكل نعطيك فازة عنا زاد ما نقبلوش والله رفقي سامحني كان تولي في قناة عربية تولي واو محليك اللي نفسه تقوله هنا ما يعجبش راهو ساعات مذيعين عرب ما نقولش حتى توينسا والله يقول في جمل لا علاقة بالماتش تحسوا محضرهم ممكن نرجع نظر وانت خذيت زميلي لطفي خالد على حنبع المجر كان قالها معلق عماني ولا معلق سعودي ما خذيتش اكستاد ايدك صحيح وليت بوز هو في يعني ما قالش حاجه مش غلطه مهنيه ولا صحيح اللي صار معناها استغرب ليه معناها غريب انه كان قالها معلق خليجي صدقني راه شيخوا عليها ومن هذه مشكله في تونس مانيش باش نخبي عليك رفقي بوسيطه ان شاء الله بالتوفيق نعاون نذكر هو اللي باش يعلق على ماتش مالي وتونس في الذهاب ان شاء الله غدا مربوحه مانيش باش نخبي عليك اما نحس صوتك فيه التراك رفقي راهو ضربك ستريس نحسك التراك خاطر مداخله في برنامج كاليبر كذا عايشك لا لا اما شرف لينا انت معنا اما نحس معناتها نعرفوا اللي انت قد المسؤوليه الحمد لله الوطنيه الاولى شريت ماتش يا رب تتحل المشكل ونرجع نشوف الكره في الوطنيه لولا رانا فدينا وقلقنا من هالوضعيه المخيبه تعبنا مني عاد تشوف لي حل حطوا لنا البطوله حتى كلمات الماستين والليماج داخله بعضها وما فماش وين الكاميرات تتحط وما نشوفوش البونتويت اما توحشناها بصراحه ولا توحشناها رفقي نخلي لك كلمه الختام المشكله ان شاء الله نرجع لماتشات البطوله تلفزيون ان شاء الله ماتش باهي غدوه ونشكرك مرة أخرى نوفل على المداخلة هذه على المسافة هذه على النتاجية نتواصل شكرا لك يعطيك الصحة رفقي بوسيطة معلق ماتش مالي تونس غدوة تحية الوطنية الأولى الكل على الخدمة اللي يخدموا فيها في الأخر تلفزتنا الوطنية وفي الكرة ما يلعبها حتى حد معناتها هي الأولى وهي اللي علمتنا حب الكرة أقول لك حاجة نفر والله تفضل احنا خاطر ممكن مستأنسين ما تقولها ليش البرة ولا تحفل هنا في الأنتين لك الأولاد يعني الأولاد والرجال في الدار مستأنسين نخرجوا القهوة نتفرجوا في الماتش نخرجوا في القهوة تخلي أمك مثلا أمك وأختك ولا أمك وخالتك في الدار راهو أنا ساعات نروح للدار كي نلقى ماتش يتعدى الاكسيتاسيون والحماس والضغط اللي عايشينه تلقاها أمك وما تصدقش معناها فرصة إني الوطنية كي خذيت الماتش راهو ما تتصورش قداش فما نساء في الدار لعائلة الكل باش يشيخوا بالماتش خاطر بالحق مظلومين والله فما ما غير ما حمرش القشبيرة مظلومين برشا يحبوا يتفرجوا في الماتش يقولوا نساء ما يتبعوش إن شاء الله يعملوا بلاتويت قبل ومن بعد ويعديوا حصة حتى في الليل وقبل معناتها يحفلوها شوي لا فاصل ومن بعد باش ناخذوا باترون آخر بصراحة